مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، قتل وجرحى بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف سوقا مزدحمة في طوس خرماتو شمال بغداد. رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري يصل إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. روبرت موغابي يستقيل من منصبه كرئيس لزيمبابوي لينهي بذلك حكما استمر 37 عاما. في أخبارنا المنوعة، انطلاق فعاليات قمة المعرفة برعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحت شعار المعرفة والثورة الصناعية الرابعة. أمطار غزيرة تغرق شوارع ومقرات حكومية في جدة وتتركز في الأجزاء الشمالية والغربية من المملكة العربية السعودية. تويتر تضيف ميزة العاصفة أو تويت ستورم للتغريدات الطويلة.